طبعا بكره كأس الأمم الأفريقية هتبدأ وماتش منتخب مصر بإذن الله بعد بكره، عايزك تقولي رأيك بشكل عام في قائمة المنتخب أو شايف البداية إزاي لمنتخب مصر، عندنا مباراة قدام موزمبيق، عايز أخدها في كأس الأمم الأول. طيب خلينا نقول يعني في طبعا في الاختيارات حاجات، لكن مش وقته نتكلم فيها بقى. يعني هي خلاص ده المنتخب يلعب بعد بكره يعني، فحته الاختيارات في عنصرين او ثلاثه كان لازم يبقوا موجودين في منتخب مصر، زي عواد مثلا، زي دونجا، على الاقل دول يبقوا موجودين تقريبا يعني. انا شايف كمان اوباما الحقيقة، ايه انا شايف اوباما كمان اوباما، بس هي الفكره ان الراجل ما بيلعبش ب10 يعني، دي مشكله برضه يعني. اوباما حته 10 دي متميز فيها جدا، لكن مستر فيتوريا ما بيلعبش برقم 10 للاسف يعني. فبالتالي الاختيارات يعني هنقول مرضيه لحد ما، وان كان في ظلم بسيط يعني في لعيب او اتنين يعني. احنا في البطولات المجمعه والعلب بنبقى كويسين غير الماتشات يعني، طبعا انت عارف انت كنت موجود في 98 98 بوركينا فاسو، الحمد لله كان ليا الشرف ان انا ابقى موجود معاهم، من اصغر اللعيبه كمان ساعتها، كنت انت اصغر واحد في المنتخب، كنت اصغر واحد في المنتخب. فالحمد لله يعني ان انا اخد بطوله افريقيا مع منتخب مصر ده حاجه شرف كبير طبعا يعني، كبير قوي. وكنت في المنصوره كمان، ما كنتش في الزمالك. المنتخب احنا نقبل اللي هو يعني يعمل اداء كويس. بعض الناس من وجهه نظري في ماتش تنزانيا الودي تقريبا اخر مباراه وديه كان بيقيم المنتخب يعني الاداء ما كانش احسن حاجه، طبيعي جدا انا رايح بطوله وده ماتش ودي يعني، انا اطلع كل الباور او كل الاداء بتاعي في مباراه ممكن لا قدر الله اتصاب فيها ابعد عن الامم الافريقيه او البطوله يعني قصدي. فكان بعض الناس بتقيم بتقول لا احنا مش هنعمل حاجه على المباراه دي، فده يعني مش عايز اقول ان ده تقيس عليه يعني. يعني انت بتقيس على ايه؟ ده انا رايح بعد يومين مسافر رايح البطوله، في المباراه دي انا مجرد بأدي عشان باخد حساسيه ماتشات والكلام. بالظبط. فلا يعني الاختيارات كويسه، وشايف ان الاداء تحسن، شايف ان الاداء الفني شويه في الملعب 4 3 3 بقى ليها شكل شويه معانا، من حيث التحركات داخل الملعب سواء في الحته الهجوميه او الحته الدفاعيه. فاتمنى يعني التوفيق. لا كان نفسي حسام اشرف يبقى موجود، هداف الدوري يعني. انت بتتكلم لما اجي اختار بشوف مين هداف الدوري في الحته الهجوميه، هداف الدوري حسام اشرف مش كده؟ من الهدافين ما خدوش حتى في اول اختيارات يعني قبل ما يصفي. طب ما طبيعي ده يبقى موجود، ولد صغير من هدافين الدوري، الحته دي ناقصه عندنا شويه، فليه ما يبقاش الراجل ده موجود حتى ياخد الثقه؟ ايه المشكله يعني؟ فده كان ظلم برضه لحسام اشرف يعني من وجهه نظر. لكن بوجع عام احنا عارفين التشكيل اللي هيبدا، وعارفين تقريبا التغييرات برضه اللي بتحصل. الفكره كلها ان انت الاداء، حاله اللعيبه ساعه المباراه او وقت المباراه، وحته التبديل من مستر فيتوريا في الحته الفنيه. فاتمنى التوفيق يعني، بس يعني الاختيارات شبه مرضيه شويه يعني.